الأبشر للبحري. ما تواخذنا منذ بناء دولة ما بعد الاستقلال وأوضاع المسيحيين في المشرق العربي من المشاكل المحورية في السياسة والحياة الدينية والطائفية التي تتفاقم وتزداد توترا واحتقانا على نحو غير معهود، خصوصا في ظل مجتمعات تعددية ولكنها انقسامية أو طائفية أو لا تزال تنطوي على نفسها وتطرح في الخطابات السياسية التسلطية أو القومية أو الإسلامية أو المسيحية بوصفها مسألة أقليات. مع تشخيص الحالة العربية المرضية ونظرة تفاؤل نحو المستقبل مع رئيس التجمع القبطي ورئيس تجمع المسيحيي المشرق العربي الأستاذ إدمون بطرس، فليتفضل مشكورا. كيفكم؟ أيوة. تفضل يا بشون. تفضل. مرحبا. ميت مرحبا. أيها الأخوات والإخوة الكرام، سلام الله لكم. يشعر المصريون بالخيبة والغضب ويشعرون أن ثورتهم لم تكتمل. كثيرون محبطون من نتائج الانتخابات التشريعية ومن نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. هم لم يرقصوا احتفالا لمستقبل قد يحمله إليهم محمد مرسي مرشح الإخوان أو أحمد شفيق إحدى أركان النظام السابق. ليس هذا ما حلم به ثوار 25 يناير، بل حلموا بشرعية تولد من ميدان التحرير من عرق المتظاهرين ودم الشهداء. المصريون يقفون اليوم متسائلين كيف نجح المجلس العسكري والإخوان المسلمين في الاحتفاظ بسيطرتهم وسطوتهم على الشارع واختطاف الثورة واستبعاد الشباب الثوار عن المشاركة في صنع مستقبل الحياة السياسية في مصر. لأن العسكر ما زال ممسكا بزمام هذه الحياة رغم هيمنة الإخوان على مجلسي الشعب والشورى. إن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أخرجت الرموز الوسطية إمثال حمدين الصباحي، عمرو موسى، عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن الإخوان المسلمين. أما الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ستكون بين شفيق من النظام السابق ومرسي من الإخوان الذي يسعى إلى الحكم بالشريعة، والذين يتمتعون أي الإخوان بخطابين متناقضين. وإن كان خطابا واحدا فإن الأفعال متناقضة لما يقولون. على سبيل المثال وليس حصرا، كانوا يقولون دائما إننا نحن من أتباع الله ولا نهتم للسياسة، وعندما انهار النظام انقضوا على السياسة وانقضوا على مجلس الشعب، ثم قالوا إن مجلس الشعب هو تعبير للحالة الشعبية وليس للحالة السياسية، وليس لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية، في حين إنهم قدموا لرئاسة الجمهورية مرشحين وليس مرشحا واحدا. هذا الصراع القديم الجديد بين الإخوان والعسكر يضع الناخبين أمام خيارين أحلاهما مر. يؤكد لنا أن الشكل الأبهى للدولة الديمقراطية المدنية لم يزهر في مصر حتى الآن ربيعا عربيا، لأن المصريون لا يريدون انبعاث نظام مبارك بإيصال شفيق إلى سدة الرئاسة والأحرار في مصر، وأبناء الأقليات الإسلامية الأخرى والأقباط والليبراليين يخشون أن يؤدي وصول مرسي إلى فرض الشريعة كما يراها حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان. والمثير في الأمر أن ثوار 25 يناير لم يتمكنوا حتى الآن من إيجاد قطر تنظيمية تسمح لهم بإيصال من يمثلهم إلى الندوة البرلمانية وإلى سدة الحكم، رغم الإنجاز الهائل الذي حققه الثوار بإسقاط الرئيس مبارك. إن الأحباط في شأن التجربة الاستثنائية التي يعيشها الشعب المصري منذ مطلع 2011 لا يلغي في اعتقادنا بأن مصر في حاجة إلى فصل جديد من ثورة 25 يناير لاسترداد الثورة وحجز مكان لشرعية الميدان.
أن مصر هي الدولة الأكبر حجماً والأكثر عدداً والأقدم تاريخاً، فأن الوضع الذي سيستقر في مصر سيكون المؤشر السياسي لمستقبل المنطقة العربية برمتها في المستقبل القريب. أيها الأخوة والأخوات، إن حلمنا العربي جميل بتنوعه وقبيح بعدم تماسكه بسبب غياب الحوار ضمن أطياف المجتمع الواحد، مما أتاح أرضية خصبة للتدخلات الخارجية وتحويل التنوع إلى تناقضات، وأصبحت المسافة بين أطياف الوطن الواحد أكثر بعداً عن ذي قبل، ولكنها ما تزال على مرأى العين. لذا هلما أن نرص الصفوف قبل فوات الأوان، لأنه لا ينفع الندم بعد العدم. فيجب أن نخرج من نفق الشعارات والبيانات إلى واقع الأفعال والتواصل والتلاحم في إقامة ورش عمل بين كافة الجمعيات السياسية والأهلية لبناء الثقة، وعدم الوقوف على الأطلال على أحكام عادلة عبر التاريخ كما ذكرها شقيقنا. وحصلت بالفعل وأفعال مشينة حصلت أيضا عبر التاريخ ولكن لا تذكر في المؤتمرات، فهذا هو ما يجب أن نتكلم به في ورش العمل فيما بيننا كأشقاء كأخوة كما ذكر الأب أنطوان. إن بناء الثقة هو الكفيل الوحيد لملء الفراغ الذي سببه التصدع مما حول الثورات إلى أزمات. لذا أود باسم تجمع الطوائف الشرقية المشرقية أن نطلق المؤتمر العربي الأول في بيروت في شهر أكتوبر 2012، وهنا في نقابة نقابة الصحافة، أن نطلق المؤتمر العربي الأول في بيروت في شهر أكتوبر 2012 ليس للحوار بل لوضع خطة عمل لوجستية تؤسس لنهجاً وطنياً لمجتمع مدني فيه كل الأديان والمذاهب والأعراق. والأعراق في عنا أكراد بلبنان، وين مذكورين بالدستور؟ مين ممثلهم بالمجلس النواب؟ في عنا عرب، وين ممثلين؟ تركيا دولة إسلامية أكترية سنية، المجالس المراكز النيابية كيف تتوزع على أعراق برشمركة وتركمان ولادة مش على مذاهب مسيحي وإسلامي؟ فإذا نحن بدنا نوسع القطار الحوار فيما بيننا ونشوف كيف بدنا نقدر نعطي كل عرق دوره السياسي في هذا المجتمع، ويكون المواطن فيه إنسانا والإنسان فيه مواطنا، عليه كافة الواجبات وله كل الحقوق مثل أي مواطن آخر في وطنه، وعدم الوقوف على الأطلال كما وقفنا في السابق. وأتمنى أن نقف دقيقة صمت على روح الشهداء في أزمة الثورات العربية لو سمحتم. برافو يا برافو يا